عليكم. لا يتكلم مصطفى فاطمة صانعة تقليدية في الداخل. جيت واحد الذهب القوير تاع الصناعة التقليدية وعين عليها والدنا يعدلوها، احنا بعد ما قريناها عليهم لين مشيت عنهم عدت عندي تلك حد نتيت نتعلم الصناعة على راسي، قريتها على راسي تو تم يتعلم فيهم يشتغلون والجلود نقولوا عنهم الصوف تبغوهم في الدباق نشتغلوا بهم نعدلوا بهم الصناديق العلايات حوايج العلايات حوايج الرجال الراحلة تاع السفرة الكونتية يجي فيها الكيسان تاي القشاط الراحلة الغرزة الأفراو تلبسهم الناس في البادية وراو النعاج جلود النعاج يلبسوهم الناس في البادية عند بل وصناعة تقليدية تبارك الله عندنا إن شاء الله نعرفوها كاملة وعندنا سامية وعندنا شغلتها نعرفوها زينة تبارك الله وش صرت الكل كان إلا البادية شروط البادية كيف الراحلة كيف التاسوفرة كيف نكتب كيف الحوجة جعل الزايلة كيف الصندوق كيف الفارو كيف آلة البادية كاملة شروط البادية كاملة تبارك الله عندي الحمد لله ماشية في 90 ظهر كان عمري شي تقلت حق عني عتال عندي 15 عام ما 16 عام مشيت عنها اللي صغيرة تخيمت صغيرة مشيت عنهم وتميت نخدم في هاي الصناعة نتعلمها لأن عقبت قريتها تبارك الله وخدمت فيها عندنا كامل انواعها كامل عندي نفس البركة عند طفلين قالوا دحمان محمد راه استاذ جامعي في القنيطرة استاذ جامعي في كليته ولا طوفين ناجح طالع فيها حاك عندي طفل ثاني ولد ثاني راجل كبير هذا لا حكم قاعد تيجي لا حكم انا معايا صغيره تدخل عندي هون وتو مربيه بعد معايا اركان لا ولد بنتي هو اللي مربيته طفل متعدل هون عضو هنا تجي في الصناعه في الغرفة سمعت تبارك الله أنا الصناعة أنا أعرفها كاملة تبارك الله أنت لا تحسبها يفوت عليك الوقت قاع آلة كاملة بعدين تجي الصكات بعدين عدلوا هذول كانت السنتريات القارو واسمه سمعت عدلوا شيء تبارك الله ملفات الكتب شغلة كاملة تبارك الله أنا أعرفها زين كاملة إن شاء الله يعتبر فضيل وزين وناجح تبارك الله وحاله زين واهله زينه ولا في كدار ولا في شيء واهله تبارك الله منبسطان وفرحان به ويزيد النبي ان شاء الله سنين ان شاء الله واحدين ان شاء الله يحيى سيدي محمد السادح والصح ويمتان ان شاء الله مليك المغرب مليك الاقوال.